الناس كانت احيانا بتنتقدكم عليه، ودلوقتي بقتنا فهمنا وطلع عندهم حق. يعني ابسط حاجه ضغط مباريات الدوري. احنا قبل اما اعلنا الجدول في ضغط مباريات الدوري حصل هجوم شنيع علينا في ليه بتضغطوا وانتوا كده بتضغطوا وعاوزين توجهوا المعرفش الجدول لحد ضد حد والكلام ده. لما دعينا انديه الدوري الممتاز وعرضنا الجدول قلنا يا جماعه اللي عنده اقتراح يقدر يطلعوا بره السيناريو اللي احنا حاطينه، احنا بنرحب بكل الاقتراحات. كانت المفاجاه كان اهلي وزمالك واسماعيلي وكل الانديه الدرجه الاولى كلهم قالوا يا جماعه بصراحه لا مش شايفين حل، واقتنعنا كلنا واتفقنا كلنا ان ضغط الجدول السيزن ده هو امر ضروري عشان نظبط السيزن اللي جاي ونشتغله مظبوط. الهجوم اللي حصل قبلها في ضغط المباريات على انديه معينه كان، واحنا فعلا كانت يعني الانديه كانت مضغوطه فعلا دي حقيقه، ولكنها كانت مضغوطه مش عشان نضر حد ولا عشان نيجي على حد ضد حد، بل عشان المصلحه العامه، وكل الانديه اقتنعت بهذا الكلام، واللي كان بيهاجم ساعتها قال انتوا عندكم حق. طيب لو رجعنا اشهر لورا، مش كان ممكن الموسم ده يتوزع الضغط على الموسم كاملا، فما نبقاش وصلنا للمرحله بتاعت لا خالص، في 20 يوم يتلعب 7 جولات؟ انت بقالك تقريبا 7 شهور 8 شهور، انا اعتقد ان الجدول كان ماشي بشكل طبيعي جدا، بشكل خلي بالك بيبقى فيه جوه المعطيات كتير، قد يكون مباريات بتتاجل لاسباب مثلا امنيه، قد يكون في مباريات ارتباطات افريقيه، وبالتالي انت كل المعطيات دي بتاخدها وبتطلع منها في الاخر جدول. كان اخرها المنتخب الاولمبي. فالمنتخب الاولمبي كنا واخدين قرار ان احنا لو ربنا كرمنا واتاهلنا كان لازم الجدول هيتم تأجيله شوية. لو كنا طلعنا من الدور الأول كنا مكملين، وكانت الأندية موافقة على لعب مباريات بدون اللعيبة الأولمبية بتاعتنا، وبالتالي احنا رجعنا يعني صعدنا لدور الثمانية، ومع ذلك هنخلص الدوري برضه في نفس الميعاد اللي احنا كنا متفقين عليه 27/8، وبالتالي أعتقد إن ده نجاح كويس في مصلحة السيزون اللي جاي. طيب هبدأ بقى